الأم المصرية مش أنا، يعني أنا يعني إحنا ما شفناش حاجة. في ناس بتتعب جدا، الأم بتعمل، المصرية بتتعب وبتعمل حاجات كتير قوي في الحياة، بتتوازي مع بعض، بتجري هنا وبتتعلم وتربي وتطبخ، لا بتعمل أدوار كتير في الحياة في وقت واحد حقيقي. موقع أجنبي هو بس نسخته العربي يعني كان قايل إن أنت دورك ده تجسيد للمرأة المصرية بكل الصفات الحلوة، الشدة، الطيبة. في أكتر من كده، في مرأة معنفة بسبب ثقافة المجتمع، اللي هي ما اتعلمتش، اللي بتخرج من التعليم، يعني مش هي بنسبة كبيرة، بس لو قلنا النهاردة بيقول لك المرأة المعيلة بقت 35%، هي بتشتغل وما بتلاقيش حقها، ما بتلاقيش تقدير من المجتمع أو من بيتها على الأقل أو من زوجها على الأقل، لا هي بتعاني كتير حقيقي المرأة المصرية. عشان كده بقول لك يعني يمكن حاجة لامية ست من عيلة وجوزت واحد بخيل وقاسي شوية، لكن هي بتحبه وبتحب بيتها، ولما بيقع هي أول واحدة بتسنده، الست الجدعة. لكن يعني في مشكلات كتير بتمر بيها المرأة المصرية أكتر من كده بكتير. الفترة الأخرانية المرأة المصرية بقى ليها دور أكبر، بقى ليها اهتمام أكبر، شايفة كده فعلا في مصر؟ طبعا. على فترة أخيرة شايفين وزيرات بقى في كل المجالات ما شاء الله. أنا خايفة الرجالة تبتدي تقول إحنا لا عايزين لا نطالب بحقنا، لا عايزين نطالب بالمساواة. يعني لا الحمد لله واخدين حقنا وزيادة بتهيألي، يعني غير المفاهيم بس، يعني هي اللي بتحاول تكون على قدر من الوعي والعلم والثقافة وعندها وعي لحد ما بتدافع عن حقها، دافع عن كرامتها كتير قوي، ان مفيش اي حاجة تساوي ان هي تستحمل. بيقعدوا يقولوا لها استحملي عشان الولاد وبتاع، وتهاني وتعنفي وتضربي ويبقى في قسوة، لا انا مش مع كده خالص. يعني المؤمن القوي خير من الضعيف، انه يكون قوية بكل ادب وبكل علم وبكل ذوق وتاخد حقها ودافع عنه، يا اما شكرا خلاص يعني. يعني ودي بقى تيجي بعد مراحل كتير قوي، مش بنقول بقى ان احنا بنشجع الستات على الطلاق او تبقى نفسها قصير، لا الستات زمان كانوا بيعيشوا وكان بيعيشوا هوانم مهننين مكرمين معززين، بس هو ما كانش بيقعد يشوف غيرها على السوشيال ميديا بقى تقول لي والنهار الله يكون في عونكم. انتوا شباب يا عيني والله صعب عليا، يعني الدنيا فاتحه على اولادنا وعلى الرجاله بشكل كبير قوي في الفتن يعني الحقيقه. فطبعا الاول كان السيد برضو مهما راح شويه بيجي ست امينه قاعده في البيت والدنيا كده، لكن مش بيفتح 30 40 قناه ويشوف ستات احلى منها واجمل منها، فبتبقى يعني الفتن كبيره جدا.